سؤال كده تقوله الكابتن عبد الستار صبري، وهو خاص بكواليس مفاوضاته مع النادي الاهلي في فتره من الفترات، وكان كل جمهور النادي الاهلي منتظر ان هو يرتدي تيشيرت القلعه الحمراء والمفاوضات فشلت. بحب انا الكواليس دي يا عمر، فهسيبك انت بقى تسال السؤال ده. طبعا برحب بيك يا امير، واشكرك شكرا يعني شكرا جزيلا، حرقت لي المفاجاه. عايز اشوق الناس واقول لهم معانا نجم، يعني نجم كبير جدا، لكن طبعا اكيد اساله، يعني اكيد كان في مفاوضات، واكيد طبعا هو عنده كواليس اكتر هيحكيها لنا، وكمان يا امير عنده كواليس كتير بقى مع دهيه التدريب بالعالمي جوزيه مورينيو، وهنتكلم عليها بالتفصيل. ف يعني معايا هيكمل معايا الحوار كابتن مصر، وكابتن يعني من الكباتن اللي تقال قوي، المهاريه قوي، اللي كنا اكيد كلنا بنستمتع بيها في مع منتخب مصر فتره كابتن جوهري وكابتن حازم امام وكابتن حسام وكابتن ابراهيم، كان جيل من الاجيال الذهبيه للمنتخب الوطني. برحب بالكابتن عبد الستار صبري على قناه النادي الاهلي، وخاصه في برنامج الاهلي الليله. كابتن عبد الستار اكيد طبعا برحب بيك وبشرفني ومنورت. انا بشكرك يا عمر الصراحه، وانا مبسوط جدا انا موجود معاك، وانت طبعا ابن الغالي طبعا كابتن ربيع ياسين. وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. وبعدين بشكر برضو امير، يعني لا امير امير بيحبك. احنا كابتن كلنا اجيال يعني صغيره، لكن كلنا يعني كنا بنتابع حضرتك يعني طبعا، ربنا يوفقك دايما يعني موفق، يعني وحاجه جميله يعني ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. يعني كان المفروض الحلقه تبقى الاسبوع اللي فات، لكن يعني قدر الله وشاء فعل. لكن بنحاول يا كابتن، يعني اكيد حضرتك طبعا نجم تلفزيوني وتظهر في كتير من البرامج، لكن عايزين ان شاء الله يعني اعمل مع حضرتك حاجه مختلفه تماما، نتكلم في حاجات ما حدش اتكلم فيها قبل كده. محضر لك مفاجآت كتيره، وهنتكلم على قضايا كتيره جدا، لكن في البدايه وسريعا عشان الوقت ما يجيش مننا، يعني بدايه حضرتك ونادي المقاولين، واكيد كان فيها كواليس انتقال حضرتك لنادي المقاولين كتير جدا ما يعرفوش. كابتن عبد الستار صبري بدا ازاي؟ بدا منين؟ ايه هو النادي اللي بدا ليه قبل ما يروح المقاولين؟ هل هو فعلا كان في النوبه، كان بيلعب في اسوان وانتقل من اسوان او من النوبه الى نادي المقاولين، ولا كان موجود في القاهره وبيلعب في القاهره وانتقل؟ كواليس ايه يا كابتن؟ لا البدايه طبعا احنا كشباب كان يعني عيل صغيره طبعا. كنا بنلعب في الشارع طبعا. يعني الشارع وكره الشراب، يعني كره الشراب دي كنت بحبها جدا جدا، يعني كره الشراب كان مميز جدا. كره الشراب دي خلتني يعني حاجه جميله جدا، واللي حببني في كره الشراب الله يرحمه كان خالي. خالي كان ايه، انا من المنطقه دي، كان الدقي، في منطقه الدقي، كان خالي ده يعني زي ايه، كل في الدقي ده حاجه كبيره جدا. الخال والي طبعا يعني، وكان يعني اكيد بيعزك جدا. كان خالي كان ساعتها لعيب كوره، كان مميز جدا، كان ليه شعبيه كبيره جدا في ايه، في المنطقه في الدقي. كان بيلعب كره الشراب، بيلعبوا دورات رمضانيه، الدورات انت عارف كل شويه ايه، منطقه بتيجي تلعب منطقه وبتاع، الحاجات دي كلها ايه. كان هو مميز، كان بيروح، كنت بروح معاه على طول بتفرج عليه، بس حببني في الكوره. المهم ابتديت العب بقى في الشارع مع اصحابي. بعدين خلى يعني قال لي بقى لازم تبتدي بقى تروح نادي، تلعب في نادي. رحت اختبارات النادي الاهلي، وفي الاول خالص رحت يعني كابتن اختبارات عاديه جدا، قدمت قطعت استماره ودخلت اختبار. مش فاكر مين اللي اختبرك؟ كان ساعتها كان الكابتن مختار مختار. كابتن مختار هو ده اللي ساعتها وكان ماسك الفرقه. نجحت في كل الاختبارات، وانا ساعتها رحت اختبارات اصلا من ايه، من ورا اهلي يعني. خالي يعني ده يعني امي كان ساعتها امي ايه، انت عارف الدراسه كان مهمه، حاجه اساسيه يعني في ايه، احنا ايامنا كانت الدراسه دي رقم واحد صح. وقالوا لا يعني ما فيش كوره، العب زي ما انت، بس اهم حاجه الدراسه، ولازم الامتحانات ولازم تذاكر بس. خالي اللي راح اقدم نقدم نسحب الاستماره، ونجحت في الاختبارات كلها. جيت بقى في اخر الاختبار وبتاع الحاجات ونجحت. طبعا عرفوا بقى والدي ووالدتي وبتاع الحاجات دي كلها، بس مفيش مرواح، مفيش هتروح تاني، خلاص ما رحتش. يعني يا كابتن ساعتها نجحت وكملت وما رحتش خالص. النادي الاهلي طلبك خلاص؟ النادي الاهلي وخلاص، وقال لي الاد عايز الاستغناء، عايز شهاده الميلاد بتاعتك وكل حاجه عشان يعملوا لي كارنيه ان انا العب في مع الفرقه. ما رحتش خالص، رحت بقى خلاص بقى اللي بيتبلع في الشارع. بس يا كابتن ما استسلمتش؟ لا 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 لا، كملت. قعدت العب بقى في الشارع مع اصحابي بتاع الحاجات دي كلها. قلت خلاص انا ايه يعني، مش ما كانش في دماغي، انا يعني بحب العب، بحب الكوره جدا. قلت لا ايه، ان انا ابتدي اروح العب مع اصحابي في اي حته وخلاص. ايه رحت مكشف الجزيره، مركشاب الجزيره جنب البيت وحلب مع المدرسه، اصحابي يلا بينا نروح نلعب هناك، بدل ما نلعب في الشارع نروح نلعب في ايه، في النادي مع اصحابي. بقى بروح العب مع اصحابي. راح المركشاب الجزيره ساعتها عمل فرقه، وفرقه تدي تلعب ضد النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الترسانه، كان بيلعب في الايه، في الدوري، دوري الجمهوريه.
طبعا قلت كويس يعني، بس مش يعني مش جزيره بقى مش تدريبات كل يوم اروح على الماتش وبتاع الحاجات دي، عندي امتحانات مش رايح يعني ايه الامور، وفي البيت اصلا ايه وافقوا مفيش مشكله خالص. رحت بقى قعدت العب في المركز شباب الجزيره، جيت بقى الماتشات ضد الاهلي والزمالك كنت احلى ماتشات بحبها في حياتي ضد الاهلي والزمالك، متعه كلها وتصفيه جابت لعيبه كوره يحب الماتشات دي جدا برقص فيهم من الصبح. طب يا كابتن ما استغربوش الاهلي ان حضرتك يعني ما قالوش ان احنا ان احنا لعيب ده اخترناه وما جاش، طب ايه اللي قدام مركز شباب الجزيره وما رضاش يجي عندنا؟ ما حصلش كده، ما حصلش كلام بين حضرتك وبين مدير فني النادي الاهلي في الوقت ده؟ لا ساعتها ما كانش في دماغي، ما كنتش اصلا بقى ايه اروح اتكلم مع مدرب وكنت على حاجات بخلص، اهم حاجه كانت ايه اصحابي نخرج مع بعض نروح على طول اول ما خلص الماتش نروح نلعب وناكل وما كلمتش حد. انا قصدي وحضرتك الماتشات الاهلي والزمالك حضرتك اكيد كنت متالق جدا، حضرتك كنت بحبها جدا. طيب هل ما فيش حد حصل كلام تاني فتح كلام ما بينك؟ ابتدى الكلام تاني. المهم ايه لما في الدراسه ما انا هكمل لك بقى، راح طبعا في اثناء بقى ان مكش الجزيره رحت بقى ايه قلت بقى ايه خلاص بقى في البيت قلت لهم انا اي العب في اي نادي بس ايه قالوا لي ماشي بس اهم حاجه الدراسه. بعد مكش الجزيره رحت على نادي مدينه نصر، انا اهم حاجه انا بشوف النادي ان ايه ما اقدرش يقول لي ايه لازم تيجي تدريب ايه الصبح وتدريب وبتاع كده والدراسه طبعا عشان ما حصلش مشكله في البيت. بس ما رحت نادي مدينه نصر برضه نفس النظام، رحت بلعب برضه شغال معاهم وماشي كويس بشكل كويس قوي الحمد لله، نجحت في الدراسه ورحت اللي عديت الثانويه العامه رحت ايه يعني خلاص فاضل لي سنه في شهاده الثانويه العامه وقالوا لي بقى خلاص وقف الايه وقف في الدراسه عشان دي سنه مهمه في حياتك بالظبط كده. طبعا كلام الاهل ساعتها بقى كان ساعتها معايا في المدرسه مدرسه الارمان مع جنب البيت كل حاجه جنب البيت بالظبط كده تحت كوبري اكتوبر كده كان ساعتها معايا في الدراسه في المدرسه كان معايا اسامه نبيه ومعايا مامي سليمان. راح ساعتها اسامه اي كان ساعتها ماسك الفرقه ماسك الفرقه كابتن حلمي طولان طبعا. راح اسامه قال لي بص انت ايه انا هكلم كابتن حلمي طولان هو مؤمن هيكلمه كابتن حلمي وانت لازم تيجي لازم تلعب. قلت لهم بص بس مش هينفع عشان بعد الثانويه العامه ممكن ممكن اروح. قالوا لي طيب خلاص انت ايه تيجي ويشوفك وبتاع الحاجات دي كلها. رحت هناك عند نادي الزمالك كابتن حلمي بقى بنزل مع اللعيبه طبعا اول ما اعرفهمش كان جسمي صغير خالص انا كنت رفيع جدا. انا كابتن متخيلك يا كابتن حضرتك نازل كده مش دماغك مش ده انا لعيب جامد هقطعكم كلكم يعني زي ما بيجي راح كابتن حلمي بيبص لي كده وانا ساعتها كنت رفيع جدا بقى. قال له ده هيتكسر ده هيكسروه ده مش لا مش هينفع وبتاع الحاجات. قال له طب شوفها يا كابتن شوف وبتاع الحاجات دي كلها. بس قال له لا بعدين لا مش هينفع بعدين وبتاع الحاجات دي كلها. زعلت ان هم ما شافنيش حتى زعلت وبتاع. رحت بقى ايه رحت قلت خلاص يا سامح احنا ايه يعني انا ايه مفيش مشكله. المهم نجحت الحمد لله في الثانويه العامه وبتاع الحاجات دي كلها رجعت على نادي مدينه نصر. ابتديت بقى افكر بقى خلاص قلت لهم بقى انا ايه اشوف بقى النادي. ساعتها بقى في اللحظه دي بقى ايه جالي بقى النادي الايه الاهلي والزمالك والايه والمقاولين ان انا اروح الانديه دي تاني من خلال الدوري اللي رجعت تاني مدينه نصر. عايزين بقى الكابتن حلمي قال لهم انا خلاص يبقى ايه يجي النادي الزمالك. بس حضرتك خلاص قفشت؟ لا مش قفشت وبتاع الحاجات. قلت خلاص بقى انا ايه اشوف النادي اللي انا ايه اشوف ايه في لعيبه كويسه جدا اشوف الايه الفتره اللي انا العب فيها بشكل كويس. رحت نادي المقاولين العرب. يعني حضرتك انتقلت من نادي مدينه نصر بالظبط لنادي المقاولين العرب بالزبط. كابتن محمد عبد الحميد هو اللي اتفرج على بالزبط. حضرتك وهو اللي اقتنع كان ساعتها والمدير الفني لنادي المقاولين مع مدرب عام الكابتن علاء نبيل كابتن محمد قال انا عايز اللعيب ده باي شكل من الاشكال بالظبط كده. وبالفعل نادي المقاولين اتحرك ان هو يشتري او ياخد الكابتن عبد الستار صبري بطريقه ان هو بدل ما يتقعد في نادي مدينه نصر اتنقل في نادي المقاولين. كنت مبسوط جدا وكانت البدايه يا كابتن كانت البدايه وساعتها حسيت فعلا ان نادي المقاولين كان ساعتها نادي المقاولين احسن ناشئين في مصر طبعا هو مميز دايما بالناشئين كان في اهتمام غير عادي حتى انا يعني كنت مبسوط جدا اول ما رحت كابتن محمد حميد يعني الصراحه قال لهم لا اللاعب ده يبقى موجود معانا وكان في لعبه جامده جدا. من هنا فعلا بقى خلاص حسيت ان وفي اهتمام بالناشئ. ابتديت بقى اروح بقى من ساعتها من نادي المقاولين ماتشات بقى رحت مع منتخب الشباب مع الكابتن هاني مصطفى طبعا. من نادي المقاولين على طول اول سنه على طول كان في منتخب شباب رحت مع الكابتن هاني مصطفى كان معايا بقى اللعيبه كلها الكبيره دي حازم واسامه وعلي ماهر وكتير قوي واحمد فاروق. المهم المجموعه دي رحت المنتخب الشباب بعدين المنتخب الاولمبي من خلال برضه نادي المقاولين بعدين ابتدت الانطلاقه بقى. انا عايز اعرف بقى كابتن بقى الانطلاقه فجاه كده حضرتك خمس مواسم في المقاولين متالق وبتلعب بشكل اساسي ونجم الفريق
ايه اللي جه في بالك خلاك بتاع ستار صبري يسافر يحترف على طول يعني احتراف خارجي؟ يعني احنا دايما متعودين ان اللاعب المميز يا بيروح اهلي يا بيروح زمالك. حضرتك كنت من اللاعبين القليلين المميزين اللي جالهم فرصه احتراف وسافر، اكيد في سر ورا الموضوع ده وعايزين نعرف. لا لما انا في خلال مع نادي المقاولين الشباب رحت طالع ايه المنتخب الاولمبي ابتديت خلاص اكبر بقى واحده واحده، صعدوني بقى ايه ساعتها مع الفريق الاول مع نادي المقاولين الفريق الاول، وساعتها كان ماسك المنتخب الاول كان مستر كرول، كان ماسك المنتخبين المنتخب الاول المنتخب الاولمبي. ساعتها بقى في نادي المقاولين طبعا في لعبه كبيره جدا وانا ما فيش فرصه ان انا العب مع الفريق الاول، وانا كنت بلعب اساسي مع المنتخب الاولمبي، ومستر كرول بقى كان هو اللي ماسك المنتخب الاول وهو عايز ايه لعبني، عايز يشوفني مع الفريق مع المنتخب. لو كل اللي كانت سعيده اللعيبه معايا في المنتخب الاولمبي كان بيروح الانديه بتاعتهم بيلعبوا، الا انا قاعد معاه كده في المعسكر بيخلصوا ونرجع بقى على الماتشات بتاع المنتخب الاولمبي. بس هو وكرول اللي ماسك المنتخب الاول قال لا انا هروح النادي ولازم يخلوهم يدولك فرصه، وفعلا راح النادي قال لهم انا الماتش الجاي اجي اشوف صبري يبقى موجود معاكم واشوف، عشان انا عندنا كان ساعتها عندنا بطوله كاس الامم الافريقيه في ايه في جوهانسبرج صح 96 صح. المهم رحت اول ماتش ليا احتياطي بقى مع نادي المقاولين مع اني بلعب اساسي في المنتخب الاولمبي، بس في لعبه كبيره الصراحه كان لعبه جامده جدا. المهم راح جيت اتفرج عليه عملت نزلت الشوط الثاني قلبت الدنيا. بس ساعتها بعد الماتش ده رحت على طول اتضميت للمنتخب الاول للبطوله بتاعت جوهانسبرج 96. بس من اول ما رجعت بقى انا ساعتها كنت لعيب هاوي ان انا لعيب هاوي كنتش محترف. نادي المقاولين اول ما رجعت بقى البطوله ابتدي يعمل عايز يعمل ايه عايز يعمل ايه عقود امضي عقود، وانا كنت عايز بقى ايه ليه بقى ايه نادي الاهلي يعني بدا في كلام السؤال اللي كان امير بيساله لحضرتك بالظبط. طيب. كده قبل ما اروح لحضرتك للكلام للنادي الاهلي والخاص بالاحتراف نعرف الكواليس تقرير كده صغير عن كابتن صبري، نرجع نكمل مع الساده المشاهدين في حوار شيق جدا على قناه الاهلي والاهلي الليله. عبد الستار صبري هو أحد أمهر لاعبي كرة القدم المصرية الذين كتبوا لأنفسهم تاريخا تتذكره الجماهير بكل خير. بدأ مسيرته لاعبا بالمقاولون العرب عام 1994، توج معه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية قبل أن يشد الرحال إلى القارة الأوروبية بالانضمام لصفوف تيرول النمساوي عام 1997. تألق صبري مع فريقه الجديد في النمسا على مدار موسمين، انتقل لخوض تجربة جديدة في الدوري السويسري ضمن صفوف أراو بعد مشاركته في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 1998. لم يجد صبري طموحه في الدوري السويسري فانتقل إلى باوك سالونيكي اليوناني عام 1999. استطاع أن يبهر الجماهير اليونانية في أقل من 6 أشهر ليتألق وبشدة أمام بنفيكا البرتغالي ذهابا وإيابا، وليسجل في مرماهم هدفا رائعا دفع الداهية الألماني يوب هاينكس للتعاقد معه. أصبح صبري أحد نجوم بنفيكا البرتغالي تحت قيادة هاينكس قبل أن تدفعه عجرفة جوزي مورينيو للرحيل إلى ماريتيمو ومنه إلى أمادورا قبل العودة للدوري المصري والاعتزال بقميص طلائع الجيش. عبد الستار صبري جوهرة مصر السمراء في ضيافة الأهلي الليلة. لسه مكملين مع الكابتن عبد الستار صبري وكلام كتير جدا في رحلته الاحترافيه وكلام كتير على جوزيه مورينيو. كابتن عبد الستار يعني وقفنا عند المقاولين ورجعت من مع المنتخب من لاعب هاوي الى لاعب محترف، والاهلي بدا ان هو يتكلم معاك بالظبط وبدا يعني حضرتك تفكر وتقول همضي ولا اروح الاهلي؟ ساعتها النادي المقاولين بقى عرض عروض بقى طبعا كان في معايا لعيبه كتير قوي طبعا. سني
مضى عقود. تمام. انا من كان من ما ينفعش دلوقتي ان انا درجه اولى لازم يبقى في عقد. وانا لعيب هاوي من حال ان انا اسافر بره. مظبوط. فري ما فيش اي حاجه. اللاعب اللي بعد 18 سنه بالزبط. بيكون ماضي على استمارات هاوي بيحق له ان هو يسافر بدون بالزبط. اي مشكله. بالظبط كده. وانا ساعتها كنت في اللحظه دي ان انا لعيب هاوي راح ابتدى نادي المقاولين يعمل بقى ايه مفاوضات ان انا هتعمل عقد معانا 5 سنين. والنادي الاهلي ساعتها ايه كان باشمهندس عادل بتاعي كان جاي النادي الاهلي نادي المقاولين كان جاي بيتكلم على مين؟ على نخله احمد نخله فاكر نخله طبعا وسمير كمونه وصراحه كلمت باشمهندس قلت له عايز اروح النادي الاهلي يعني حضرتك اللي رحت قلت له قال لي احنا عايزينها بس مش هينفع اطلب ثلاثة قلت له اتصرف انا عايز ارجع وانا من حقي قال لي انا عارف واحنا عايزينك بس ما ايه ما ينفعش انا جاي النخله وكمونه المهم قلت له طيب انا عايز اروح النادي الاهلي قال لي طب انا اشوف كده واكلمك بس ورحت طبعا راح مكلمني تاني يوم كلم كابتن صالح الله يرحمه قال لي كابتن صالح عايزك كابتن صالح سليم كابتن صالح سليم عرض الامر عليه كابتن صالح قال له طبعا رحت المكتب عند كابتن صالح في حاجه يعني بص طبعاً. يعني رحت النادي الاهلي الله يرحمه رحت النادي الاهلي والمكتب بقى بتاعه وقاعد بقى في النادي يعني يعني يا كابتن عدلي او باشمهندس عدلي كان جاي ياخد 2 لعيبه وحضرتك جيت قلت له كابتن صالح طلع بيقعد طلب قال له لا عبد الستار يا ريت يعني يا كابتن صالح باشمهندس عدلي قال له عبد الستار لعيب هاوي من حقه قال له لا يا ريت يبقى موجود ده يعني يبقى اضافه جامده وده حاجه جميله جدا طبعا بس كابتن صالح راح قال لي طب عبد الستار راح باشمهندس عدلي قال لي كابتن صالح عايزك في الايه في النادي وتعالى ورحت كابتن صالح قعد معايا بقى كان بيتكلم بقى بيقول لي انت حاجه كابتن صالح بقى طبعا يعني قلت له قال لي انت لعيب كبير لعيب كويس قوي حاجه واحنا شفناك في الفتره بتاعه المنتخب واحنا يعني نفسنا تلعب النادي الاهلي قلت له يا كابتن يعني ده انا شرف يا كابتن ده انا مش مصدق ان انا قاعد معاك يا كابتن يعني ده انا نفسي العب النادي اللي حضرتك يعني لعبت قال لي لا انت لعيب كبير وانت يعني صراحه وكمان انت اسلوب النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي والادب بتاع يعني في حاجه كده قالها لي كتير قوي وبدا يحط لك خطه ازاي تنتقل للنادي الاهلي يعني هو بيتكلم كده كان باشمهندس عدلي قاعد جنبه على طول يعني بيتكلم قال له طب باشمهندس عدلي يعني دلوقتي هنعمل ايه؟ الوضع ازاي؟ قال له هو لعيب هاوي قال له خلاص يعني نودي ايه السعوديه فاكر انت طبعا السعوديه قال له كابتن باشمهندس عدلي قال له عشان الموضوع السعوديه بقى مش يعني كل دلوقتي السعوديه لا ركز معاه قال له خلاص انا ودي النمسا كان ساعتها كابتن صالح سليم كان بيلعب في ايه في النمسا كان مسمينه مايسرو وبعدين الكابتن محمود ابو الدهب كان لسه منتقل ايوه الالكترولي فكانت علاقه كابتن صالح ورئيس نادي كانت جامده جدا كانت كويسه جدا كان معاهم الحاج محمد ابو وهاب صح مظبوط يعني هم الايه اللي فهو كلم كلم لحضرتك رئيس نادي رئيس النادي الالكترولي وجابهم مصر جابهم مصر قال لهم اللاعب قال لهم بص راح باش كابتن صالح قال لهم اللاعب ده لاعب هاوي انا مش عايز اللي ايه اللي يقعد الفتره دي يبقى ايه معاكم وبعد كده ايه يرجع للنادي الاهلي 6 شهور وادي الشيك اللي ايه مجرد الاقامه واللي ايه ان هو رايح مجرد معايا بس ايه يكون موجود معاكم في الدوري وفعلا رحت هناك واخد تاني يوم رحت مسافر رحت النادي ترول طلعت القناه نادي المارينا كنت هتفاجئ ولا حضرتك كنت لا فاجئ ده قالوا لي انا هربت ووقف غير مسمى وقف كده اجر غير مسمى اجر غير مسمى وحاجات دي يعني كتير قوي ودوشه يعني طبعا ساعتها كان ساعتها ماسك المنتخب بقى يعني بعد مش كرول اللي مسك المنتخب الاول كابتن جوهري كابتن جوهري قلت له كابتن حصل كذا قال لي الله يرحمه قال لي مالكش دعوه كمل في طريقك مالكش دعوه وانا رحت لا وبعدين انا احكي لك كمان قبل ما اسافر قال لي عد عليا عد عليا في الايه في البيت عشان عايز ادي لك حاجه تاخدها معاك راح النمسا بقى وفعلا عديت على الكابتن جوهري قلت له يا كابتن حصل لي النادي المقاولين عايز يوقفني وبتاع قال لي انا مالكش دعوه بالموضوع ده خالص كمل وركز راح اداني شنطه لغايه دلوقتي الشنطه بتاعته موجوده معايا شنطه فيها شمسيه وبالطو
وجزمه بوت كده. جميل جميل كابتن الحاجات دي كلها جميل. كابتن جوهر الله يرحمه جميل. يعني موجوده لغايه دلوقتي معايا في البيت. خايف عليك يا كابتن، خايف عليك. قلت لها كابتن، طمن عليك قبل ما قلت لها كابتن البلط صغير، قال لي انت هناك الجو برد، انت هتكش. قلت لها كابتن صغير، قال لي يا ابني هتكش، تلبس هيجي على مقاسك ما تقلقش، الجو برد هناك. بس ساعتها كان قال لي الجو تلج هناك، وفعلا يعني. وسافرت يا كابتن؟ كل شويه اكلم كابتن جوهر. المهم رحت هناك في الفتره دي، لقيت محمود ابو الدهب اول ما شافني طبعا يعني كان مبسوط جدا، وقال لي حد مصري يهون عليه بس هو قبل اللي بس قبل ما اروح كان في طبعا في ايه في الاندر يعني في الصحافه هناك بقى بيقولوا لعيب مصري جاي صبري بقى، فاهم ازاي؟ هو ايه مش عارف مين في نادي ترول. بس لما رحت هناك بقى استغرب بقى ولقاني بقى موجود في الفرقه، وعملت انترفيو كل حاجه تمام ما فيش مشكله خالص. بس انا مجرد فتره وراجع تاني. ساعتها في الفتره دي نادي ترول ماشي بشكل وحش قوي، وحش، ورئيس النادي طبعا عارف ان انا راجع تاني، والمدير الفني. المهم في اخر ثلاث ماتشات بالظبط راح الجماهير، انا في التمرين بنزل مش دماغي، بنزل اروح مرقصهم، اقعد ارقص 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 وبتاع والحاجات، اقعد بقى تكابري وبتاع، واقعد اعمل اللي انا عايزه. الجماهير مبسوطه مستغربه ازاي ده موجود ما بيلعبش. ما بيلعبش خالص. رحت المهم رحت خلاص واروح عادي مفيش مشاكل، واصلا انا عارف ان انا مش هلعب، بس انا ايه متأيد معاهم في الايه طبعا في اللي معايا طلع لي كارنيه ان انا موجود بلعب معاهم. لقيت الجماهير بقى عامله دوشه، الجماهير عامله حاجه جامده جدا، عايزين صبري يكون موجود، عايزين نشوف صبري لازم بقى، وكلموا رئيس النادي وازاي ده مش موجود معانا، ده مش متأيد، زي ما بيلعبش وبتاع، لازم نشوفه بتاع الحاجات دي كلها. راح طبعا المدير الفني قعد معايا ورئيس النادي، قال لي انت الماتش الجاي اقعد. قعدت احتياطي ماتش بقى، قاعد بقى كده لقيت جايب جماهير بقى بتدعي، قالوا لي ايه بيشجعوني يعني، قالوا لي مسخر. رحت نازل بقى كسبنا الماتش ده، قلبت الدنيا قلبت الدنيا. من ساعتها بعد الماتش ده لقيت الايه، لقيت بقى جماهير بقى يعني شالوني ومش مصدقين بقى، وانا اصلا مبسوط جدا طبعا حاجه جميله. المهم راح بعد ما خلص الماتش لقيت رئيس النادي بيكلمني، قال لي احنا عايزين نعمل معاك عقد سنتين. قلت له الكلام ده ايه اختلف خالص بقى. احنا انت حضرتك يعني لو انت عارف ان انا راجع النادي الاهلي. قال لي قلت له طب وكابتن صالح؟ قال لي انت اتكلم كابتن صالح. قلت له انا مين؟ انا اتكلم كابتن صالح؟ قال لي لا، قال لي كلمه احنا تعمل معانا عقد سنه. الصراحه يعني كلمت كابتن صالح هناك، قلت له بكلمه طبعا، قال لي انا اتفرجت على الماتش ساعتها وكان هو في النمسا. قلت له قال لا 100 كويس وبتاع. قلت له يا كابتن دلوقتي في حاجه حصلت دلوقتي، ليد النادي عايز يعمل معايا عقد سنتين. قال لي انت راح بيت كابتن صالح بيقول لي انت عايز ايه؟ قلت له يا كابتن نفسي اجرب الايه التجربه دي ان انا اكملها. قال لي خلاص انا مسافر مراجع تاني مصر، وخليهم بعد يومين احجز التذكره وجيب رئيس النادي وتعالى لي على النادي الاهلي. وفعلا رحت مكلم رئيس النادي، حجزنا التذكره، كابتن صالح سافر بعدها بيومين رايحين على النادي الاهلي. كابتن صالح بقى ايه بقى ابتدى يعمل ايه؟ قاعد على الترابيزه كان هو ايه وكيل اعمالي. جميل صلاح جميل يعني بيتكلم بقى. قال دلوقتي طبعا ايه فين الشيك بتاع النادي الاهلي بحيث الفتره المعايشه ياخد حق النادي الاهلي. خد الفلوس للنادي الاهلي حق، خد حقه. قال دلوقتي انا المفوض لكابتن ستار صبري هتعملوا ايه معاه؟ ايه العقد؟ العقود ازاي؟ طبعا كابتن صلاح بقى بيعمل لي العقد بتاعي، عمل حاجات جامده جدا. قاعد ما يخرجش الميه كله، انا مش مصدق. قاعد بقى ايه وقال لي ايه النادي الاهلي ده بيتك في اي وقت، في اي وقت ترجع بتاع الحاجات دي كلها. كنت بقى ساعتها بقى رحت بقى نادي ترول هناك بقى، وبيت بقى كل ماتش اكلم كابتن صالح. ساعتها في الفتره اللي ما تعب فيها رحت سافرت له لندن. طب قاعد بقى هناك بقى يعني ابتدى بقى ايه كل شويه حتى يعني في نادي ترول من خلال الفتره في ترول دي لقيت نادي اراوي السويسري بيكلمني ان انا عايزيني فتره ايه 10 ماتشات قبل ما ينزلوا درجه ثانيه ان انا عشان ماشي بشكل كويس. طيب يعني يا كابتن حضرتك عشان بس اوضح نقطه للساده المشاهدين، ان اراوي كان عندهم مشكله كانوا هيهبطوا لدوري الدرجه الثانيه. تمام. فوجود حضرتك والتعاقد معاك لمده 10 ماتشات انقذتهم من الهبوط، وكانت طبعا من ضمن الانجازات اللي حضرتك حققتها. تمام. طيب اراوي وانتقالك وتألقك بقى من الدوري السويسري لباوك. واكيد باوك نادي باوك في اليونان اكيد طبعا هم متيمين بيه جدا وبيحبوك لحد دلوقتي. واكيد كانت انطلاقه ليك، بس عايز اعرف بقى التفاصيل والكواليس ازاي انتقلت باوك. كان في قصه كده طريفه، قصه الفاول. بس الترايل اللي حضرتك كنت موجود فيها يعني هعرف منك اكتر. بس قبل ما
انتقل للموك، رحت الاراوي السويسري ده، يعني من الانديه الصراحه انا كنت مبسوط فيها جدا جدا. سويسرا جميله جدا. وساعتها في الفتره دي ساعتها كان المدرب الماني، كان يعني انا كنت بحبه جدا، وهو ساعتها جه لرئيس النادي قال له انا صبري ده محتاجه في العشر ماتشات عشان الفرقه ما تنزلش. ساعتها كان طبعا انا اول ما رحت، انا فاكر اليوم ده اول ما رحت النادي بتاع اراوي السويسي، طبعا انا كنت بقول لك يعني كان ساعتها ما حدش بقى يعرفني بقى، وفي رحت النادي هناك هو بيقدم بقى بيقدم لي اللعيبه، قال لهم صبري وبتاع الحاجات دول، بيقول لهم الماجيك يعني، بيقول السحر. يعني هو المدير الفني بيقول للعيبه ده ماجيك، طبعا اللعيبه بتبص لي الماجيك شايلين ده هو ده النجم اللي هيجي يشيلنا كلنا يعني من المنطقه من الهبوط. طبعا بتبص لي هم ايه اللعيبه من يعني في ناس فرنسويين ناس ايطاليين وناس كده بيتكلموا جميع الجنسيات. ساعتها كان اول تمرين بقى ايه كان بيعمل حاجه كده عشان ايه بيقول عشان عايز يوريهم مين صبري ده ماجيك، عمل واحد ضد واحد رقصتي بقى طبعا رقصي ورقصي واحد على واحد، رحت مرقص ورحت مرقص الجون، عمل لي اثنين على واحد ورحت مرقص الاثنين، رحت بقى كل شويه ايه بيحاول يوريهم امكانياتك عامل ازاي عشان يبقوا عارفين اللاعب اللي جاي عليه. من ساعتها لقيت اللعيبه كلها مسمين طلعوا لي لقب بقى بلي يعني حاجات جامده جدا. ساعتها اخر ماتش بقى كان ساعتها وكيل النادي ده مجرد سمسار برضه، هو وكيل النادي وسمسار بيسوى للعيبه. كان ساعتها جاب المدرب اريهان، يعني كان اريهان ساعتها كان في باوك ماسك المدير الفني في باوك، واخر ماتش ايه كان وكيل النت بتاع تيرولي ده جاب اريهان عشان يسوقني عشان يقول له شوف صبري بتاع الحاجات كلها. اخر ماتش بقى ايه ان احنا الفرقه تقعد، كنت موت نفسي يعني ايه، وكسبت الماتش ده وقطعت الدنيا. بعد الماتش لقيت اريهان بيسلم عليا، انا ما اعرفش بقى لقيت اريهان بقى هو ما اعرفش ان هو المدير الفني بتاع باوك، راح يتفق مع رئيس النادي بتاع تيرولي انا راح اعاره، ان انا قال لي خلاص احنا عايزين صبري انه هيروح باوك وخلاص خلصوا الاتفاقات وخلصوا العقود وكل حاجه، واتفقت معاهم وكل حاجه ورحت رايح على ايه على باوك. لما رحت هناك كان ساعتها بقى ايه برضو مدرسه تانية خالص مختلفه، انت بص بتعدي من المدرسه اللي النمسا لسويسرا. اريهان المدير الفني لنادي باوك، حضرتك رحت بقى خلاص اليونان؟ رحت اليونان، اول ما دخلت اليونان لقيت اصلا لقيت الجماهير من هناك مجانين كتير قوي بيحبوا الكوره جدا جدا، متعصبين جدا في اليونان، في سالونيكا بالذات باوك سالونيكا. ساعتها كان يعني كلموني كلام كده قالوا لي انت هتبقى زي طلبه وهتبقى موجود، احنا بنحب طلبه كابتن مجدي طلبه وطيبين بيه جدا بيحبوه جدا جدا لحد دلوقتي دايما علاقته يعني طيبه بيحبوه جدا 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 يعني طلبه ده يعني حاجه. المهم رحت كان اول ما ساعتها رحت اول ما دخلت المدينه راح اريهان طبعا شافني وراني النادي وقعدت بقى قعدت اتفرج على الفرقه شويه، كان عندهم ماتش ودي وقال تاني يوم احنا في ماتش ودي نلعبه والجماهير عايزه تشوف صبري، بس انا خلاص عملت العقد وعملت تعاقد وكل حاجه. كان ماتش مع منتخب المكسيك بس والحمد لله يعني رحت ماتش الودي ده رحت جايب جون فاول كده وقعدت ارقص بقى، اول ما جبت الجون بخدت الثقه وقعدت ارقص. بس فاضيه باوك دي بقى طب الملعب يا كابتن ملعب بومبا ملعب باوك، ايه الاحساس اول ما دخلت كده شفت الملعب العملاق بتاع باوك ده كله جمهور، كان رد فعلك ايه؟ لا حاجه بص انا كنت البدايه كنت انا بحب اركز في البدايه جدا، الناس يقول لك ايه الناس بتاخد الانطباع الاولاني في اي حاجه، الانطباع الاول يا دوب الانطباع الاولاني يعني الانطباع الاولاني بيك كويس حتى لو بعد كده بيت مش كويس خلاص هم بس خدوا الانطباع الاولاني. عشان كنت مركز في اي فرقه البدايه دي مهمه جدا بالنسبه لي. اول ما دخلت طبعا في انبهار جدا للنادي وباوك ليد الجماهير اصلا يعني زي الاستاد بتاع بورسعيد بالظبط زي المصري المدينه بالظبط نفس الجو كده. يعني رحت هناك بقى لقيت زينة التمرين تشجيع غير عادي، ابتدى اول ماتش ليا كان ماتش مع ايك فرقه كبيره كده احد الفرق المنافسه في الدوري اليوناني، قعدنا 4-4 في ملعب تومبا كان مسمينه الديربي يعني. بس عملت ماتش كان اول ماتش يعني مسكت الفرقه وجبت جون وعملت حاجه جامده جدا، ابتدى خلاص الانطلاقه بقى الناس بقى ابتدت الحمد لله تحبني جدا وكنت مبسوط جدا، ما كنتش عايز امشي من باوك خالص يعني. بس يا كابتن في باوك والماتش اللي كان مميز جدا جدا وكسرت فيه الدنيا ماتش لوكوموتيف طبعا مصر وبعدها بنفيكا، يعني عملت اللي ما يتعملش،
يعني في الدوري الاوروبي مباراه مهمه جدا، وجمهور يا كابتن يعني فعلا شالك من الارض الشيل، واللقاءين دول بالنسبه لهم كانت حاجه جامده جدا ان لاعب مصري محترف يكون موجود. يعني يعني واحنا بنتكلم دلوقتي هنعرض ماتش لوكوموتيف والهدف اللي حضرتك احرزته، اكيد طبعا مع باوك احرزت اهداف، فاكيد طبعا يا كابتن الماتشين دول اكيد ليهم ذكريات يعني معينه كده ليك مع باوك. يعني بص حضرتك واحنا بنتكلم اهو، دي بقى جون لوكوموتيف يعني بالزبط. كالعاده هدف يا كابتن مميز مش هدف عادي. انا احب ارقص الجون. طب انا بقول لحضرتك يعني ده كيف عندك ما ينفعش تجيب هدف عادي يا كابتن شطاك. فذكرياتك ايه بقى يا كابتن مع مباراه لوكوموتيف والدوري الاوروبي في اول تجربه ليك في الاحتراف في الدوري الاوروبي وماتشين تقال لوكوموتيف وبنفيكا والتالق بشكل غير عادي؟ لا يعني الماتش ده كان مهم بالنسبه لي، كان اول ماتش طبعا واول بطوله اخشها بها مع في كاس اوروبا، وحاجه جامده جدا ان كنت مركز ان انا نفسي اعمل حاجه. شفت الجون ده يا كابتن؟ يعني بص يا كابتن الجون ده حضرتك عملت ايه قبل الشوط؟ عملت ايه؟ لازم كان يكون في كوبري كده في النص. لازم كوبري. لا بص اي ماتش لازم يعني كوبرين ثلاثه كده لازم ايه. لو ما عادش كابتن يعني ما تتكيفش ما تخرجش مبسوط حتى لو جايب هدف ما تبقاش مبسوط. بحس ايه فاهم ازاي؟ بحس كمان لا بس الحمد لله يعني بحس طبعا يا كابتن. وده الهدف الثاني في نفس المباراه حضرتك في المباراه دي احرزت هدفين. هدف بس يا كابتن في لبس الكوره حضرتك مختلف واسع طول بعرض كده يعني مختلف يا كابتن عن اللبس طويلة. البدل والتريننج سوتس لا يعني بسم الله ما شاء الله. عارف يا كابتن عودك كده بيفكرني بوجبا يعني نفس العود كده يا كابتن كده ونفس الامكانيات بس طبعا على احرف بسم الله ما شاء الله. فدلوقتي مباراه لوكوموتيف طبعا اول تجربه، لكن مباراه بنفيكا هل كان ليها دور في انتقالك لبنفيكا بعد كده؟ طبعا. ايه بقى يا كابتن اللي حصل؟ يعني الماتش ده بتاع الماتش بتاع الموكيتيف ده في يعني حته كده بتاعت قعده لو ما قعدتوش مش هيلعب. ده بنفيكا ده بنفيكا بس الماتش ده اللي في كاس قبل ما لعب بنفيكا كان ساعتها الماتش ده يعني قالوا ان احنا هنلعب لو كسبنا الماتش ده هنلعب بنفيكا، وبنفيكا من الفرق المميزه جدا. ده بقى كابتن قول لنا بقى كابتن ده الهدف ايه فاكره؟ الماتش ده في لشبونه. الماتش ده في لشبونه باوك ضد بنفيكا في الدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي والكابتن عبد الستار جاب هدف من ضربه ثابته. الجون ده انكي طبعا كان بيلعب في برشلونه، راح برشلونه والله يرحمه انتحر بعديها. طيب. دلوقتي يا كابتن الماتش ده زي ما احنا قلنا كان ليه دور كبير في انتقال كابتن عبد الستار صبري من فريق باوك لبنفيكا. بالظبط كده. بس لا بس مش الماتش ده، الماتش الثاني. تمام انا بتكلم في الماتشين. كان في ماتش ذهاب الماتش الاولاني هو كان اهم ماتش بالنسبه في ملعب طومبا. في ملعب طومبا الملعب الماتش الاولاني اللي اتغلبنا فيه 2-1 اتغلبنا 2-1 في الماتش ده. ساعتها انا في الماتش ده كان بيلعب قصاد على طول ببروسكي والناحيه وقدامه على طول كان جو بينتو. الماتش ده احنا بنلعب في ملعب باوك والعالم بقى ساعتها باوك اول مره اشوف بقى الدنيا كلها منوره طبعا وعالم عالم كبير قوي متغطي الاستاد كله اللي عالم باوك. الماتش ده عايزين نكسبه اول ماتش لسه العوده هناك بقى في ملعب لشبونه في استاد لوج. طب اتفقوا يا كابتن على ايه بقى؟ قول لي بقى الاتفاق، هاتوا لنا كده ارجعوا لنا كده بالكاميرا عشان نعرف بقى حصل اتفاق جامد جدا ممكن ما يكونش حد ايه. طيب دلوقتي الماتش الثاني عندك اثنين مديرين فنيين اريهان يوب هانكس و أريهان. طيب أصحاب ايه بقى اللي حصل الماتش الاول كسرت الدنيا؟ اصحاب جدا طيب. انا ساعتها لا اكلمك ايه اللي حصل ايه بعد الماتش الاولاني. انا خلصت بعد الماتش الاولاني عملت ماتش جامد جدا بس اتغلبنا طبعا. ساعتها بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اتنين من هنا واتنين من هنا بيعملوا التيست بتاع الايه؟ النشاطات وبتاع الحاجات دي كلها. انا طلعت من ضمن ايه؟ الاثنين. الناحيه الثانيه في جو بينتو وفي نونو جوميز الاثنين اللي ايه؟ اللي طلعوا. معاهم بقى طبعا اللي داير. انا قاعد ايه؟ في الاوضه كده في النشاطات راح ليد اللي داير جالي قال لي ممكن اخد تليفونك؟ ده على طول كده؟ والله اخي والله العظيم خضيت يا كابتن؟ قلت له ليه؟ قال لي احنا في دلوقتي الايه؟ المدير المستر يوب هانك ان هو عايز تليفونك. واللي كان ساعتها المدير المانجر بتاع النادي فيجا اللي كان بتاع لويس فيجو طبعا فيجا مشهور جدا وبتاع ريو كوستا هو اللي فيجا ده المانجر بتاع النادي كان موجود برضه. اخذ التليفون نونو جوميز قال لي احنا عايزينك تبقى موجود. بص بيكلمني بشويش مش عايز ايه مش حد يسمع بتوع باوك. انا قاعد بقى بتاع الحاجات دي كلها وانا مفيش في دماغي اصلا انا ايه يعني انا بحب باوك يعني كان ساعتها كان يعني بلعب فاهم ازاي. بعد ما خلص الماتش بقى رحت هناك
انا برضه ايه لقيت هناك، لقيت حاطين بقى ايه الـ 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 على طول الصحافه هناك حاطين على الغلاف، حاطين صورتي وصوره جو بنتو هنا صبري وهنا جو يعني الماتش ما بين صبري وما بين جو بنتو. جو بنتو ده كابتن طبعا بتاع المنتخب طبعًا. وحاجه كبيره هناك طبعا كابتن بنفيكا. رحت نازل لقيت الصحافه اللي على طول قبل ما انزل التمرين هناك، لما رحت استادولوجي لقيت بقى مستنين عشان اعمل انترفيو، واقف على الخط كده اريهان يعني بيه اتاري اريهان ويب هانكس بعد الماتش الاول. طب عملوا اتفاق تاني؟ عامل في الماتش بعد الماتش الاول كله بيعمل اتفاقات بعد الماتش عليك اصحاب جدا اصحاب جدا قعدوا مع بعض قعدوا مع بعض وبتاع الحاجات دي كلها وكان في اتفاق. المهم بعد ما خلصت الانترفيو على الخط قبل ما في التمرين قبل ما العب الماتش بتاع الاستاد بتاع ماتش بنفيكا بس راح نازل الماتش بقى ايه برضه ايه ليدي الجماهير بقى ايه مسكهم بقى. كان ساعتها طاهر الخلجي بتاع المغرب تمام بيلعب في بنفيكا وفي كتير قوي بوبروسك فراندو ميرا ومانيش 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 طبعا مانيش وسعد تاكو جه وبعدين راح بورتو وفراندو ميرا وكالادو ومارشينا بتاع اسبانيا تمام. يعني كلهم كانوا بيلعبوا بس ايه برضه غلط الاتفاق اللي حصل بقى الاتفاق بقى بعد الماتش ايه في الايه في الماتش إيه انا شغال وجبت جون ده اللي شفت الجون ده الفاول ده اللي كان في الاشبونه في الاشبونه كسبنا 2-1 كسبنا 2-1 احنا كسبين بقى ايه هم كسبين بنفيكا بنفيكا 2-1 حصل اكسترا تايم اكسترا تايم بنلعب اكسترا تايم بعد ما ضربه الجزاء وماشي بقى مكسر الدنيا في الماتش وعامل بقى وكلهم اصلا خايفين يخش عليا وانا اكسب الماتش. لقيت بقى اول ما جه خلص الشوط الثالث راح مغيرني اريهان انت كابتن طبعا متفاجئ ازاي غيرني انا ماشي كويس جدا بالعكس يعني انا هو لو عايز يخسر مش هيعمل كده. المهم رحت بقى طالع بقى وزعلان ومتضايق والحاجات دي كلها وفي الاول لعبوا الماتش الرابع بعدين لعبوا ضربات جزاء واتغلبنا. راح ليك جاي بقى اريهان سكني ودخلني الاوضه عنده بس وساعتها يوب هانكز جه سلم قال له قال انت انا عملت انت هتبقى هتلعب عشان تلعب معايا البطوله تكمل معايا البطوله بتاعت بنفيكا يعني عشان نكمل انت خلاص احنا اتفقنا وانت تبقى موجود يعني يعني اريهان ظبط لك الدنيا يعني ظبط لك النادي وظبط لك البطوله عشان تكمل معاه بس ورحت بقى انت مع ان كابتن انت كنت رقم واحد في ضربات الجزاء شفت انا بشوط فاولات رقم واحد فضربات الجزاء الاسهل اكيد رقم واحد يعني انا في ضربه الفاولات بشوط رقم واحد ضربه الجزاء بشوط رقم واحد انا بقى طبعا كنت زعلان جدا طيب. زعلان جدا الرئيس بقى جالك قال لك يا صبري اطلع قول للجمهور ان انت اللي عايز تمشي احنا مش عايزين نسيبك ولا مفرطين فيك عشان لو ما قلتش كده هيقتلوني ده حقيقه صح كده؟ ده حقيقه بعد الماتش رحت راجع باوك طبعا جه فيجا ده المانجر بتاع النادي بنفيكا كان بيعمل عشان عايز يعمل معاه العقد خلاص هو اتفق مع النادي مع رئيس النادي بتاع باوك بس قال له انا ما فيش مشكله عندي بس انت طبعا ايه الكلام بتاع صبري ان انت هتتفق معاه عشان صبري هو اللي هيتنقل لبنفيكا انا اقول له لا مش رايح بنفيكا فيجا المانجر بتاع بنفيكا راح ايه راجع تاني ليه ليوب هانكس وبتاع الحاجات دي كلها وانا طبعا انا مبسوط جدا في باوك انا كنت يعني بعمل كل حاجه في باوك هناك مبسوط جدا. المهم راح ثلاث مرات المره الثالثه اتاري البونديره بتزيد وانا ما اعرفش البونديره بتزيد بتاعت ايه لباوك رئيس النادي. المهم راح وصل الحاجه بقى حاجه مبلغ خيالي للنادي باوك راح رئيس النادي بعت لي بقى واصلا انا عامل اتفاق مع رئيس النادي بتاع باوك قلت له لو يمكن انا اجي اقول لك انا عايز امشي لو حسيت النادي انا عايز يمشيني انا همشي على طول من غير اي حاجه خالص مش هكلم بس انا مش هاجي اقول لك انا عايز امشي انا حبيت النادي والحاجات دي كلها. بعد ما جه بقى ثالث مره فيجا بقى الفلوس زادت كتير قوي راح بعت لي رئيس النادي بتاع باوك قال لي احنا عايزينك دلوقتي في فلوس كويسه للنادي واحنا عايزين نبني النادي وعايزين نعمل حاجه كويسه للنادي ونجيب يعني حاجه لعيبه كتير وبتاع وكده ودي حاجه دي فرصه يعني معلش احنا عايزينك تمشي. قلت له انت عايزني تمشي خلاص انت اللي قلت لي دلوقتي ان انا ايه ان انا امشي مش هكمل حتى خلاص رحت قعدت مع فيجا وعملت الايه الاتفاق معاه ساعتها في بس قال لي انا عايز طلب منك انا كل شويه كنت بطلع للصحافه اقول لهم انا مش همشي انا بحب باوك هم عارفين ان الجماهير هناك اصلا مجانين صبري ده بالنسبه لهم ده حاجه يعني بس يعني بعمل اي حاجه يعني اللعيبه ممكن لو خسروا لا هم ممكن يعمل لهم اي حاجه الا صبري. قال لي اطلع انت اتكلم بقول للاعلام والصحافه ان انت اللي عايز تمشي
عشان هو خايف ممكن يخسروا النادي. طبعا ما انا بقول لك هيخسروا النادي. اه والله هيخسروا النادي الجميع. لا احنا فعلا بنتكلم كده مش بنبالغ. هيخسروا النادي. المهم رحت طلعت كده بعد ماتش كده في ماتش في الدوري كان اخر ماتش ليا. قلت لهم رحت طالع قلت لهم انا بحب النادي جدا ودي فرصه مش هترجع تاني يعني ومش تعوض ان انا احاول اجرب التجربه دي من فيكا ولقيت فرصه مش كويسه ان ارجع تاني باوك وانا بحب باوك جدا. حلو حلو الكلام ده كلام دبلوماسي وكلام كويس بس وكلام راح كويس وتحيه فعلا طبعا تحيه طبعا طبعا ومش عيب يا كابتن في الكوره دايما العلاقه الجيده بينك وبين الجمهور دايما بتبقى احسن. طبعا رئيس النادي راح خدني كده في الاعلام وقفنا مع بعض وعشان ما حصلش مشكله هو ليه يعني بقول لهم انا كنت نفسي يبقى موجود بيقول لهم نفسي كان هو يبقى موجود بس هو المصمم مش مصمم عشان هو. ورحت بقى كابتن بنفيكا وتعلقت مع يوب هاينكس لكن بعد يوب هاينكس جه الدهيه جه بتاع المشاكل اللي دايما بيعمل مشاكل مع كل الناس. هنروح ونشوف قال عليك ايه في المؤتمر الصحفي اول لما مسك بنفيكا واخد تعليقك بعد ما نشوف الفيديو. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع كابتن عبد الستار صبري. Então começa por dizer que o atual treinador me deixa à margem e com os últimos jogos no banco. Pois bem. Desde que eu estou cá em 7 jogos, foi titular em 4. E teve 3 no banco. E contando com o jogo de amanhã, onde ele iria ser titular, porque ele sabia que iria ser titular, porque nos dois treinos que fizemos à porta fechada esta semana, trabalhámos com a equipa que iria jogar e toda a gente sabia a equipa, iria transformar esse número em 8 jogos, 5 como titular e 3 no banco dos suplentes. Não é fácil para um treinador gostar de um jogador que tem uma média absurda de fora de jogo por jogo, que não sabe quando a bola está em posse do adversário no lado contrário, que ele tem que fechar o espaço interior e não ficar aberto, que não sabe o que é a relação posicional e ocupação equilibrada do espaço, que fora de casa, quando lhe mostra os dentes, foge, que contra o Almestado, o Belenenses e o Boa Vista teve 3 vezes na cara do guarda-redes e não fez um golo, que ao intervalo, quando eu sou um bocadinho mais agressivo, vai fazer queixas ao secretário técnico a dizer que eu sou muito agressivo e que tem medo de mim. Não é fácil para um treinador gostar muito de um jogador deste, de facto. Depois diz, nunca falou comigo, o relacionamento não é o mais correto. Eu tenho um livrinho onde aponto todas as reuniões individualizadas com os jogadores, os locais, as datas, os motivos, os comentários, as reações dos jogadores, os feedbacks, tenho tudo apontado. E podia estar agora aqui a especificar-vos essas reuniões, mas com o Sabre, que diz que eu nunca falei com ele, tive 7 reuniões individualizadas, não uma nem duas, 7. Agora, e das 7, 3 foram nos últimos 4 dias. E nunca falou comigo. Ele não gosta das coisas que eu lhe digo. Mas bem, passamos. Depois diz, 15 ou 20 minutos é pouco para mim. Pois o único jogo em que ele só jogou 20 minutos foi em Paços de Ferreira, onde, por sinal, demorou 8 minutos a preparar as botas e as caneleiras. Eu só quero deixar uma mensagem ao Sabre e aos sócios. E ao Sabre deixo-a porque, se ele deixou mensagens para mim via comunicação social, eu sinto-me perfeitamente à vontade para deixar mensagens ao Sabre via comunicação social. E a mensagem é, também na sequência de algo que ele diz na entrevista, eu digo-lhe, isto é o Sporting do Benfica, não é o Paok de Saloni. Está ali, شفت الفيديو بيتكلم ازاي مورينيو؟ في البدايه طبعا انا يعني انا جيت نادي بنفيكا كان ساعتها المدير الفني يوب هانكس. طبعا تعلقت معاه في السيرت الدولي. يوب هانكس كان هو اللي جاي من باوك. ساعتها بقى في ماشي بشكل كويس قوي مع يوب هانكس وحاجه كبيره طبعا يوب هانكس يعني كان ساعتها ماسك ريال مدريد حاجه جامده جدا باير ويعني حاجه شخصيه مع البايرن يعني حاجه كبيره جدا. المهم يوب هانكس من نوعيه ان هو ما بيحبش الصحافه جدا. مره كان الصحافه عملت هجوم عليه ما هو ما بيتكلمش مع الصحفيين راح عملوا عليه شويه هجوم كده راح ساب الفرقه ومشي قال لهم انا مش هكمل في بنفيكا قال لي رئيس النادي انا مش هكمل راح ساب الفرقه وسابنا ومشي في الفتره دي ساعتها كان في انتخابات فتره انتخابات انتخابات في النادي في بنفيكا ساعتها فيجا المانجر بتاع مورينيو فيجا هو المانجر بتاع بنفيكا وبتاع فيجو وبتاع روك كوستا وهو المانجر بتاع فيجا وانا المانجر بتاعي ساعتها كان باول بوربوزا بوربوزا ده غيره خالص واحد منهم وكان هم ضد بعض جدا يعني مختلفين فيجا لما جه لي باوك
كان عرض عليا ان انا ايه بقى الايه هو هو المانجر بتاعي وانا ما رضيتش وانا لا رفضت وبتاع الحاجات دي كلها. انا قلت ايه اكمل اشوف اصلا وبتاع حاجة. ورحت مع باولو بربوزا. المهم راح في فيجا مورينيو بقى لما جه مين اللي جاب مورينيو بنفيكا فيجا كان ساعتها هو مدرجم لفانجال كان خاف في برشلونه مدرجم لفانجال ومدرجم لبوب روبسون لما كان في ايه في سبورت لشبونه كان هو ايه كان المدرجم كان المدرجم بيتكلم لغه انجليزيه كويس وخدوا فيجا وفيجو لويس فيجا في برشلونه كان ساعتها هو مدرب طبعا لويس فيجا فانخال لما إيه كان هو المدير الفني وهم ايه راح عرضوا على فيجا ان احنا ايه يعني عايزين مدير فني يبقى هانكس ماشي فمورينيو جه مورينيو اول مره يمسك ايه مدير فني الايه بنفيكا فعايز يلم الناس كلها حواليه بقى اول مره يمسك بقى مدير فني مش مصدق برضه يعني حاجه جامده جدا يعني يبقى بنفيكا مدير فني طبعا مترجم لمدير فني حتى ما ضربش اول مره بالظبط كده في الفتره دي ساعتها راح عمل انترفيو قال على طول اول انترفيو ليه على طول انا شايف في من اللعيبه البرتغاليين لعيبه مميزه جدا لازم يكون ليها الدور ولازم يبقى لها دور كتير قوي وانا مش شايف النادي بنفيكا بيعتمد على اعتماد كتير قوي من اللعيبه الاجانب سواء الافارقه كان ساعتها معايا لعيب افريقي برضو طاهر الخلجي كان موجود معايا وما ينفعش كده وزي نجم بالفريق يبقى لعيب مش برتغالي لازم يكون لعيب من اللعيبه الايه البرتغاليين هو اللعيب اللي يكون نجم بنفيكا زي جواو بينتو نونو جونز بتاع الحاجات ده اول انترفيو بتاعه ابتدى بقى ساعتها عم معانا اجتماع كلعيبه كان هو ومعايا رئيس النادي هو طبعا بيعرفوا علينا بعدها تاني يوم في تدريب اول تدريب ليه اول تمرين لمورينيو وانا في الملعب انا طبعا كنت بلعب تحت راس الحرب بلعب حر بتاع الحاجات دي عدل من طريقتك قال لك العب بره ساعتها كان معايا المساعد بتاعه كان موزر ده كان ساعتها السيرتي باك بتاع البرازيل كان احسن برازيل فيكي في الجيل الذهبي بتاع البرازيل خد كاس العالم هو كان المدرب العام معاه كان ساعتها لعب في بنفيكا برضه المهم راح جه التدريب الاولاني قال لي انت هتلعب على الخط قلت له ازاي فاول تمرين لي قلت له انا مكاني تحت راس الحرب قلت له انا مكاني ان انا اتحرك في كل حته بوبروسكي هو اللي موجود هو اللي واقف على الخط وانا اتحرك ان انا اتحرك مع جو بينتو شويه او نونو جوميش شويه وبوبروسكي هو قال لي لا انت مش انا بقول لك الطريقه اللي هنلعبها كده جديد ده اول تمرين في التمرين شغال انا بخش جوه كده على طول كل شويه يقول له ستوب موقف التمرين انا سبت اول تمرين اعدي تاني تمرين برضه نفس العمليه بيعمل التكتيك بتاع الحاجات دي كلها نفس النظام تعبت اتخنقت حسيت ان هو جاي عليا رحت بقى رحت مجرد ان انا من النرفزه رحت ماسك ازازه رحت ايه راميها فيه رحت حذف عليه بس ما جاتش فيه رحت طالع من الملعب ومشيت رحت رئيس النادي كان الجماهير كل اصلا جماهير هناك صبري ده بالنسبه لهم يعني شو صبري شو ده حاجه يعني ايه ايزيبيو واللقب بتاعه اللي لقبوه لي ايزيبيو الكبير ده ايزيبيو مسميني ايزيبيو ده صبري لا ما ينفعش رحت خرجت كده من الملعب رحت طالع رئيس النادي على طول من الملعب هو شفت المكان ده جنب الملعب جنب المكتب بتاع رئيس النادي ما هو في جوه الملعب تمام بالظبط يعني على طول يعني انا مش خلاص انا رحت طالع على طول دي في الفتره دي كنت ساعتها ماشي يعني طب يا كابتن بقى يعني طبعا يعني الوقت طبعا يعني نفسي يعني كان نفسي ان احنا نكمل معاك لكن يعني اكيد يعني هتوعدنا اكيد بحلقتك طبعا لا في حاجات كتير قوي عايز اقول لحضرتك كريستيانو رونالدو فاكر يا كابتن فاكر كان مين مدربك في يعني بنتكلم في اشتريلا امادارو اشتريلا امادارو كان في في بيدرو بارني فاكره بيدرو بيدرو طبعا اللي ماسك الاهلي بيدرو باردي فاكره؟ طبعا تعالوا نروح نشوف يقول لك ايه ونرجع نكمل معاك عشان ده هاي صابري هاو ار يو اي ونت تو ويس جود لك فور يور نيو جوب وذ ذا ايجيبشن ناشونال تيم اندر 18 اند اي هوب ايفرثينج از ريت وذ يو اند يور فاميلي هاف ا نايس تايم وذ ذا كيدز اند انجوي ات اند تراي تو دو يور بيست Good luck for you and for your family. Bye.
طبعا يعني بيسلم عليك وبيقول لك كل التوفيق مع منتخب مصر. اكيد طبعا واحد من كان ماسك المدير الفني الاسماعيلي وبتاع الحاجات كلها. بقول له مبروك يعني مبروك يعني بالحضن وبتاع كده وبسلم عليه طبعا. يعني كان معايا حضرتك وعدتني خلاص هتكون معانا في حلقه ثانيه عشان نتكلم على الجزء الثاني من بنفيكا ورونالدو وقصص كتيره جدا. انا عارف ان رونالدو طلب دخل لك الاوضه وطلب منك تيشرت من بتاع بنفيكا الخاصه بيك عليها رقمك وعلى اسمك يعني. فاكيد ان شاء الله تكون موجود معانا كابتن طبعا ونحكي ونتكلم على باقي القصص والرحله الاحترافيه الناجحه جدا اكيد اللي حضرتك. نتمنى ان انت تكون موجود اطول واطول واطول لكن خليك يعني كل شيء بيكون له نهايه في الاخر. شرفينا وقلتلك يا فندم ان شاء الله نشوفك تاني ان شاء الله ان شاء الله عمر على قناه الاهلي. ربنا يكرمك وربنا موفق دايما ان شاء الله. توفيق مع المنتخب ان شاء الله. عندكم مهمه صعبه. طبعا ربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كنا مع حضراتكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10 في الاهلي الليله يعني استاذ محمد الجندي و أمير هشام والأستاذ شريف فؤاد وختاما كابتن عفطار صبري في فقرة الكرة العالمية. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الأهلي الليلة في نفس الميعاد على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.